البنات ايديليس ام البنات. يوما ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد البسيطلات اللي كيجيو حقا حلوين غزالين، لا في المنظر ولا في المذاق، اللي الحشوه ديالتهم اللي هي الدجاج، والطريقه ديالتهم سهله. يعني الطريقه باش كنصايب الحشوه سهله بزاف وما كتاخدش الوقت، يعني دغيا كنصايبوها. وخليت هنايا وان شاء الله غادي ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ بهم باش ان شاء الله ندوزوا بهم رمضان. فوالا دابا ان شاء الله ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا هنايا عندي كيلو ديال الصدر ديال الدجاج اللي قطعته طريطفات صغيورين فوالا بحال هكذا. عندي هنايا 4 ديال البصلات كبار حتى هما قطعتهم مكعبات صغيره. عندي هنايا المشمش، هذا المشمش المجفف فوالا اللي مغسول وخليته تقريبا ساعه هو وهو منقوع في الماء، ومن بعد صفيته ونشفته، خاصه ضروري نشفوه من الماء. نفس الطريقه درتها للبرقوق. عندي هنايا 100 غرام، وبالنسبه للبرقوق درت 150 غرام لان فيه العظم. اذا كان عندنا ما فيهش العظم نديرو 100 غرام 100 غرام 100 غرام. بالنسبه لهاد الفواكه المجففه سيرتو دابا رمضان كناكلو بزاف التمر، خاصنا ضروري هاد الفواكه المجففه ضروري خاصها تغسل مزيان، تغسل وتمسح، يعني نشد واحد الزيف نمسحوه ولا هاد البابيي ابسوربون تاهما نمسحوه، لان فيهم واحد الكونسيرفاتور لي كونسيريجين. دونك ضروري هاد القضيه هادي نديروها لجميع الفواكه المجففه، الزبيب حتى هو يعني باش نحيدوا هذيك الماده هادي ضروري خصنا نغسلوهم ونشفوهم. فوالا هادي كانت اونتر بارونتيز. عندي هنايا 200 غرام ديال اللوز اللي محمر، وعندي هنايا 4 ديال المعالق ديال القزبر والمعدنوس. عندي الزيت البلديه، عندي الملحه، عندي هنايا 2 معالق كبار ديال السكر، عندي هنايا اختاريت السكر البني، وعندي معلقه صغيره ديال القرفه. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاج هنايا معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال البزار، ونص معلقه صغيره هنايا ديال قاقله وبسيبيسه، وعندي هنايا الزعفران الحر، وعندي 3 ديال السنانف ديال الثوم. فوالا دابا ان شاء الله ندوزو لطريقه التحضير. هنا خديت واحد الطنجره اللي غارقه شويه، غادي ندير فيها الدجاج، غادي ندير فيها البصله، غادي ندهس هاد التومة هادي، من بعد غادي نزيد الملحة، الملحة كتبقى على حسب الذوق، غادي نزيد الزيت البلدية. تقريبا واحد نص كاس صغير، ملي كندير عيني ميزاني ما كنعبرش. وغادي ندير فيها هاد اللقامه والقزبر ومعدنوس صافي، وغادي نحطها تشحر مزيان، غادي نخليها طيب على عافيه مهيله. نسيت هنايا الزعفران الحر، هنا خديت هاد الكاميله لي صغيوره، هنا قطعت هاد المشمش قطعته رقيق، غادي نديرو فهاد الكاميله، و البرقوق حتى هو زولت ليه العظم وقطعته رقيق
فوالا، وغادي ندير فيه كاس ديال الماء، وغادي نحطو يطيب ليا. غادي ندير فيه غير واحد قبيصة ديال الملح، وغادي نحطو يطيب. من بعد غادي نقمقها بلاها بالتحراك، في الاول غير في الاول بيد لقامة كلها تدخل مع بعضياتها، وكنطيب على عافية مهيلة لان ما غاديش نزيدها الماء نهائيا. غادي نخليها هي تطلق الماء ديالها. دابا من بعد دازت تقريبا 5 دقائق دغيا كيطيب ليا، فوالا. دابا غادي نزيدو هذيك السكر والقرفه باش يتعسل ليا. غادي نخليه يتعسل. بعد ما تعسل ليا هذا البرقوق والمشماش، هنايا غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، نسيت ما قلتهاش في المقادير، وغادي نخليه يتعسل ونخليه بحال هكا معري باش ينشف ليا من الماء. فوالا، هذا من بعد ما نشف ليا فوالا كيبقاش فيه الماء نهائيا، كنخليوه ينشف. وبالنسبه للدجاج ديالنا شوف شحال طلق لينا ديال الماء، عرفتوا واش كيبان ليكم؟ فوالا، دونك على ديك العافيه مهيله كيطلق لينا الماء وكيطيب على خاطر. صافي، من بعد غادي نزيد عليه اللوز اللي هرمشتو، فوالا. غادي نزيد اللوز، غادي نخلي منه واحد شويه للتزيين، فوالا تقريبا واحد جوج معالق كبار. وغادي نخلط اللوز مع هذا، كتجي واحد الحشوه غزاله، السكري سالي. فوالا صافي، دابا الحشوه السكري وجدت ليا. صافي، من بعد ما طابت ليا مزيان خليتها حتى نشفت من الماء، يعني من بعد زولت عليها الغطايه وجهدت عليها العافيه باش ما يبقاش ليا فيها الماء نهائيا، كنخليوها حتى تعقد يعني ما يبقاش فيها الماء نهائيا. دابا غادي نديرها في هذا لو بلا هذا باش تبرد ليا، نزولها من هذه الجميله هذه. الطريقه هذه ديال ما انا كنديرو غير الصدر ديال الدجاج، يعني ما كنديروش الدجاج وعاد كنبقاو نزولو العظمه وهذا، يعني كنربحو الوقت. الطريقه هذه سهله، دغيا كطيب لينا الحشوه. ودابا غادي نخلط هاد الحشوه الحلوه، غادي غادي نديرها مع الدجاج نخلطها. هي كاينين جوج ديال الطرق، نقدروا نديرو في البسطيله ديالتنا الحشوه ديال الدجاج، ومن بعد من الفوق نديرو فوق منها هاد الحشوه الحلوه. انا كنفضل ندير الحشوه الحلوه مخلطه مع الدجاج، يعني غادي نخلطها معاها باش كتدخل معاها كامل. ومن بعد كنعمرو البسطيلات ديالنا عادي، يعني ما كيكونوش عندنا طبقات، كتكون عندنا طبقه وحده. دابا غادي نخلط هاد الحشوه هذه ديالتي مع الحشوه المالحه. دابا منين بردات ليا الحشوه غادي نبدا نعمر البسطيلات ديالي. هنايا عندي الورقه ديال البسطيله، غادي ندهنها بالزبده والزيت. خديت معلقه ديال الزبده وسخنتها، تزولت منها الحليب، خاص ضروري نزولو الحليب، نزولو منها الماء، لان سينو الا بقى فيها هذاك الماء غادي تقطع ليا الورقه. وزدت فيه شويه ديال الزيت، يعني عندي هنايا مخلطه الزيت والزبده. دونك غادي ندهن الورقه ديالتي، ندهنوها مزيان. صافي، من بعد ما كملت دهنتهم مزيان بالزبده والزيت،
دابا غادي نقطعهم على جوج، فوالا غادي نشد الورقة ديالتي بحال هادي نقطعها على جوج. نغطيها باش ما تكرمش ليا. وحده اخرى غادي نقطعها على أربعة، فوالا بحال هيدا ماشي هي اللي غادي نديرها من الداخل، برونفورسي ليا من الداخل باش ما تجيش غير ورقه وحده. هاد الجنيبات كنزولهم لان شويه قاصحين، ما يمشوش. نزول الجنيبات هي بالنسبه لهاد البسطيلات الصغار، اللي كانت عندنا الورقه غير صغيره تكون احسن. فوالا غادي ندير الورقه بحال هيدا، غادي ناخد الربع من هذاك اللي عندي نديرها في الوسط، فوالا بحال هيدا صافي ونبدا نعمر. هاول نبدا نعمر ونبدا نتكي. باش البسيطلات ديالي يجيوني عامرين والجناب تاهما يجيوني عامرين. صافي من بعد نبدا نجمع الجنيبات، نجمع على الجنيبات ديالها نبقى غاليه. نحاول نقص من هادو باش ما تجينيش الورقه بزاف، حتى هاد الطرف هذا غادي نقص منه غادي بحال هيدا. صافي نعاون بهاد العجينه اللي درت ديال الطحين والماء. صافي نسدها. نحاول ندخل الجناب مزيان، صافي ونخرجها فوالا بحال هيدا صافي. من بعد ما كملت البسطيلات ديالي كاملين، انا غادي ناخذ شويه ديال الزيت وغادي ندهنهم. انا هنايا غادي نطيب غير اربعه هذوك اللي غادي نحتاج، والاخرين غادي نكونجليهم. غادي نوريكم الطريقه ديالتي كيفاش كنكونجليهم. هادي صافي دهنتهم بالزيت باش كيجيو باش كتجي لك الورقه مقرمشه. فوالا غادي ندخلهم الفران اللي سخون على 200 درجه. بالنسبه للبسطيلات اللي بقاو ليا اللي باغا نحتفظ بهم في الكونجيلاتور، كنستعمل هاد الورقه هادي ديال البسطيله وكنقسمها على جوج. ناخذ البسطيله ديالتي وكنلويها في هاد الورقه هادي، فوالا كنلويها مزيان فوالا بحال هيدا. وكنحطها في لا بواط اللي غادي نكونسيرفي فيها هاد البسطيلات ديالي. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد الوراق هادو، كندير الفيلم اليمونتير ولا الوقت اللي ما كتبقاش ليا يعني الورقه، هاد الورقه هادي كندير فيلم اليمونتير كنلوي على البسطيله ديالي فوالا بحال هيدا صافي. وكنديرها في لابواط
فوالا كنبقى غاديه بحال هكذا. هاد لابواط هادي غادي تاخد ليا 12 بسطيله، ونهار اللي كنبغيهم كنجبدهم، ولكن كنجب بحال دابا انا هادو ان شاء الله محتاجاهم للفطور، حتى كيقرب الفطور حتى كيقرب المغرب ياذن كنجبدهم. كنجبدهم يعني ما نخليوهمش دي كونجليو، كنجبدهم كونجلي، كنحطهم في الطاوله اللي غادي يدخل الفران، كندهن ليهم وجههم كما درت دابا بالزيت، بالزيت الزيت النباتيه، صافي كندخلهم الفران. صافي من بعد ما خرجتهم من الفران زوقتهم، خديت العسل دهنهم بالعسل، غادي ندير داك اللوز اللي خليته قبيله، خليته من الحشوه، يعني بالنسبه للزواق كيبقى لنا الاختيار، نقدروا نديرو اللي بغينا، نقدروا نديرو حتى سكر كلاصي. بالنسبه لهاد الثانيه غادي نزوقها باللوز ايفيلي، اللوز ايفيلي اللي حمرته واحد شويه، فوالا. هادو كانوا البسيطلات ديالي اللي وجدتو معايا، اللي حقا كيجيو غزالين، يعني واحد الحشوه اللي سهله التحضير. وهذه كانت الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو ليا لي لايك لي كومونتير، وتبارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء. دابا قليل نودعكم ونقول لكم على بروشين فوا ان شاء الله، مع السلامه.